الله يصبحكم بالخير يا الربع، ومعاكم علي بينوي من الفلبين وخصيصا من نيغروس اوكسيدنتال من فيكتورياس. حياكم الله بحلقة اليوم. اليوم راح نتكلم عن الكهرباء في الفلبين. طبعا قبل سنة تقريبا وشهرين المحول هذا ضرب وخرب وجابوا واحد بدال هذاك القديم، شايفين المغطى بالطربال. طبعا جابوا هذا الماكينة، هذه جابوها من إيلو بعدين ودوها بكالود، من بكالود لهني وقعدنا تقريبا ست أيام، وبعديها قعدوا يومين يحطوا فيه زيت للمحول هذا، قعدوا تقريبا يعني 8 أيام لا قعدنا بدون كهرباء بسبب عطل هذا. والحين حاليا المحول هذا ضرب لأنه كانوا جايبينه مستعمل بالأساس تمشية حال، وصمد يعني الحمد لله يعني صمد سنة، ويعني المير هافي ما قصر يعني جاب هذا وركبه يعني. وهذا طبعا المحول هذا بالذات يغذي منابلة فيكتورياس ويغذي مدينة كمان سرافيا وغير البرنجيات اللي حواليهم كليات هاي المناطق. طبعا امبارح انا نزلت فيديو وقلت ان رجعت المغربيات، فعلا ظلت راجعة المغرب لا تقريبا الساعة 6 الصبح اليوم، وبعد كذي ردت فصلت وقاعدين شغالين فيه. طبعا هذا المحول الرئيسي قريب من بيتي، يعني هذا المحول هذا رئيسي بيغذي يعني 3 مدن اعتقد، يعني سرافيا ومنابلة وفيكتورياس. طبعا هذا انا لو ترجعوا للفيديوهات القديمة انا في عامل فيديو ثانكيو ميور هابي، بتشوفوا السنة اللي فاتت تقريبا من سنة وشهرين سنة وثلاثة اشهر تركيب هذا المحول ورحلة تركيبه، وهذا كنت انا مواكب الحدث كلياته لانه كان حدث يعني ما بيصير يعني مرة ومرتين بالعمر، يعني اخر مرة كانت الناس تتكلم انه كان من 50 سنة كانوا في عندهم مشكلة، والسنة هاي سبحان الله يمكن حظنا مقرود زي ما بقولوا. هذا المحول يعني كان مؤقت يعني قبل ما يجيبوا المحول الثاني، اعتقد ذاك المحول الجديد اعتقد او انه القديم ما ادري والله، يعني نشوف اليوم. بس الاحتمال بقولوا انه اسبوع لعشرة ايام يمكن تمد لها اسبوعين راح نقعد بلا كهرباء، والله يعيننا. وشان كذي انا يعني بنصح الناس يعني في الفلبين يركب الطاقة الشمسية ضروري جدا، وانا هاي غلطتي اكبر غلطة عملتها اني ما ركبت الطاقة الشمسية، وطبعا الحين حاليا قاعد بحاول اني اخلي بيتي كامل مكمل من الطاقة الشمسية، حاول ان شاء الله نجيب لنا بطاريات والواح شمسية وننظم الامور والمنظم ان شاء الله، الله يقدرنا ونسويها. طبعا تكلفة الطاقة الشمسية مكلفة، عشان بدك تعمل بيت يعني تضيء بيت كامل، وهذا بدك تقريبا معدات وبطاريات والواح، وهذا راح توصل تقريبا بين 25 بشكل بسيط بدون ما تشغل اجهزة ثقيلة. اذا بدك تشغل اجهزة ثقيلة بدك تحط تقريبا تحسب حسابك من 50 وصاعد، يعني هذا الوضع العام. وان شاء الله راح اواكبكم بالاحداث الجديدة اللي راح تصير على موضوع الكهرباء عندنا في المدينة، وان شاء الله الله يكون بعوننا قسما بالله. يعني الدنيا صح امطار ودنيا وهذا بس فيها شوية رطوبة، يعني الجو مزعج، يعني لابد يعني واحد يكون عنده مروحة او تكييف ولا هذا. وحتى الناس يعني اغلبها يعني بتتعطل اشغالهم، خاصة اللي بتكون اشغالهم في الكهرباء، يعني بتكون عندهم اجهزة كمبيوتر الشركات، الدنيا هاي تتعطل الدنيا. اما اصحاب المولات واصحاب يعني زي السيتي مول عندنا اغلبها يعني تقريبا 80% في طاقة شمسية، اغلب الاسواق الشعبية اللي عندنا هنا فيها طاقة شمسية، ومركزين على الامور هاي، والله يكون بالعون. وبس حبيت اقولكم واخبركم على موضوع الكهرباء وحبايبي، ويعطيكم العافية، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والكومنت،
عجبك المحتوى مالنا حط لنا لايك، وان ما عجبك حط لنا ديسك لايك ولا يهمك عادي، حتى لو زعلان منا اضغط ديسك لايك ولا يهمك حبيبي وحبايبي، ويعطيكم العافية.